اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. هاد السؤال جاني في الانستغرام ديال واش باقي الحال، يعني قصد الفروض ولا الامتحان، وكيفاش نتعامل دابا. ابونا في القناة ونتلاقاو مرة. وقبل ما نبدا هاد الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هاد الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هاد العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. واش باقي الحال؟ انا ما عارفش بالضبط الوقت اللي انت عندك فيه الامتحان ولا عندك فيه الفرض، مي anyway غنجاوب واخا يكون باقي لك سيمانه ولا 3 ايام ولا 4 ايام ولا ايا كان. باقي الحال. علاش باقي الحال؟ حيت كاين شي حوايج ممكن انك ديرهم في هذا الوقت هذا اللي بقى ويجيبوا معك نتائج زوينه. انا نعطيك مثال، يعني انا نعطيك هاد الحوايج اللي خصك دير. اول حاجه هي انك تشوف الدماغ ديالك كيفاش كيدير الميزان ديال دوك المواد، شحال غيحتاجوا في هاد الوقت اللي بقى، كل ماده شحال تحتاج الوقت. يعني شنو اول حاجه خصك دير؟ خصك تامل في الحاله اللي انت فيها، في لوكا ديالك، تشوف شكون كل ماده شحال تعطيها ديال الوقت. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي انك تصاوب خريطه، تولي تصاوب خرائط، ما تبقاش تخدم بطريقه ديال يعني تخدم كل شيء دقه واحده وفي الاخر ما كتعقلش عليه. خدم بطريقه ديال الخرائط، انك دير خريطه، يعني فقره كديك الفقره، يعني ما تجمع الفقرات ديالك مثلا درس ايا كان في اي ماده، تجمع الفقرات ديالو على شكل خريطه باش يزيد يسهل ويزيد يعني يعطيك واحد الوقت اللي كافي انك تقراه وتستوعبه وتخدم مزيان في الامتحان ديالك. هذا هو، هادو حوايج ممكن ديرهم غيعاونوك في هاد الوقت اللي بقى لك باش تقدر تخدم مزيان وتمشي اليز مع داك الامتحان اللي عندك. فاشوف، اول حاجه عبر الميزان ديال المواد اللي عندك. ثاني حاجه هي انك تصوب خرائط اللي تكون مختصره. هنا سال الفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي. فولوني في الانستغرام. الى اللقاء.